يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، ما الصحيح في كلمة تفطرت؟ هل معناه تورمت أو تشققت؟ كلاهما، تورمت وتشققت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصلي معه، فبدأ بالبقرة، فقال حذيفة في نفسه يركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، ثم قرأ سورة النساء كاملة، ثم قرأ سورة آل عمران، قرأ سورة آل عمران 5 أجزاء وزيادة في ركعتين. قال حذيفة لقد هممت أن أجلس وأدعه في ركعتين، كيف صلاته الليل كلها؟ نعم، صلاة الرسول لا يطيقها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وليست قراءة هذل ولا سرعة، لا، يقف عند كل آية يدعو عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب. نعم.